بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبسم الله وعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في هذا اليوم الثلاثاء 13 من الشهر 11 من عام 37 و400 ألف، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال المصنف رحمه الله. قال الإمام العلم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قال رحمه الله:
يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين مشهورات، بحيث لا تحتاج إلى تخصيص كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بيَّن تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا. فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا. واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. قلت لو قيل إن فيه دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده. وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جد وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أي يجب أن تعظم الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث، وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا عند النساء بحضرتهن. والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام. والجدال وهو الممارات والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنها يتغلظ المنع عنها في الحج. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أتى بمن لتنصيص العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير، وخصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى، الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائم أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. ثم لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب، إذا كان المقصود هو الحج، وكان الكسب حلالاً منسوباً إلى فضل الله لا منسوباً إلى حذق العبد. والوقوف مع السبب ونسيان المسبب فإن هذا هو الحرج بعينه. وفي قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام دلالة على أمور، أحدها الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف، فالإفاضة من عرفات لا تقوم إلا بعد الوقوف. الثاني الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة، وذلك أيضا معروف، يكون ليلة النحر بائتا بها، وبعد صلاة الفجر يقف في مزدلفة داعيا حتى يسفر جدا، ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه.
الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب. الرابع والخامس أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام. السابع أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي اذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الضلال وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان. شكرا. هذه الآيات العظيمات هي مختصر فريضة الحج بأركانها وواجباتها ومواقيتها وشروطها ومستحباتها من أولها إلى آخرها. ابتدأت هذه الآيات بقوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. ينعقد هذا الدرس وطلائع وفود حجاج بيت الله الحرام تتقاطر على هذه البقاع الشريفة، ولهذا فإنه يحسن التنبيه على فقه الحج وأحكامه ومسائله، لأن كثيراً من الناس يخطئ في أداء هذه الفريضة ويجهل بعض أحكامها. فالحج في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص بنية مخصوصة. فقصد مكة يعني المجيء إلى مكة لعمل مخصوص هو أداء فريضة الحج بدءا من الإحرام وانتهاءا بطواف الوداع في زمن مخصوص، وهو ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية: الحج أشهر معلومات. وهذا يدل على أن للحج مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. فالمواقيت الزمانية هي ما نصت عليه هذه الآية: الحج أشهر معلومات. وقد اختلف أهل العلم في بيان أشهر الحج، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة أو القعدة، يجوز الوجهان، وعشر من ذي الحجة، لأن هذه الفترة الزمنية هي التي يقع فيها فرض الحج ونيته وأعماله: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لأن الحج ينتهي بالوقوف بعرفة وما تبعه من المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق. والقول الثاني أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. والقول الثالث أن الحج كما نبه المصنف رحمه الله كان معروفا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا فقد ورد في الأثر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجوا هذا البيت، وإبراهيم عليه السلام: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فمتى نوى الحج في أي أشهر من أشهر السنة جاز له، لكنه لا يدخله إلا بالأشهر المعلومات. والراجح والله أعلم القول الأول، وما هو ما ذهب
إليه جمهور أهل العلم. الحج أشهر معلومات، أعرب الحج أين الخبر؟ يحتمل أن يكون الخبر محذوفا، تقديره الحج واقع في أشهر معلومات، ويحتمل أن أشهر معلومات جملة هي الخبر وبها يتم المعنى، والمعنى أن الحج واقع في أشهر معلومات، وهي هذه الأشهر التي ذكرناها: شوال وذو القعدة وذو الحج، ففيها نية الحج. لا يصح على القول الصحيح والجمهور أن ينوي الإنسان الحج قبل هذه الأشهر، لكن من فرض فيهن الحج، يعني من دخل فيه وشرع في المناسك، فلا يجوز له أن يقع في المحظورات التي ذكرها الله عز وجل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ودواعيه القولية والفعلية والمباشرة ومقدماتها، والفسوق هي سائر المعاصي ومنها سائر المخالفات الشرعية ومنها محظورات الإحرام التي نهي الحاج والمعتمر من أن يقع فيها، والجدال المخاصمة والمناقشة والمناظرة بغير حق، وإلا إذا كانت للحق وبيانه وبالأسلوب الشرعي وبالحكمة وبيان العلم فلا بأس فيها، لكن أن تتحول إلى خصومات وإلى جدل وإلى ملاسنات وإلى مناقشات وإلى رفع أصوات، فالحج ليس مجالاً لمثل هذه الأمور، بل هو تفرغ للعبادة. وأهم ما ينبغي على الحاج العناية به التوحيد، العقيدة الصحيحة، عدم الإشراك بالله عز وجل. يقول الله سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فهذا البيت إنما بني لإقامة التوحيد، والحاج حينما يأتي ماذا يقول؟ ما هو شعار الحاج؟ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي حديث جابر عند مسلم وغيره في قصة سياق النبي صلى الله عليه وسلم، سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فدعوة غير الله أو طلب غير الله شفاء مريض أو طلب نفع أو دفع ضر أو قضاء حاجة، هذا لا يجوز أبداً ولا يسوغ، وهو في موسم الحج أشد وأخطر، لأنك في بيت الله الحرام فلا يجوز لك أن تدعو غيره، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الحج أيها الإخوة الكرام فريضة من الفرائض، هو ركن الإسلام الخامس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ويقول الله عز وجل في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولاحظ السياق القرآني في قوله: ولله
على الناس، هذا أبلغ من قوله وعلى الناس حج البيت، أو يجب على الناس حج البيت، ولله على الناس أي من حقوق الله عز وجل على الناس، وعلى هنا تأتي للوجوب، على الناس حج البيت، فهو ركن من أركان الإسلام وهو الركن الخامس. ثم بيّن شروطه فقال في هذه الآية: من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة شرط من شروط الحج، ويحسن هنا أن نذكر بعض أحكام الحج في وجوبه، في شروطه، في فضله والاستعداد له، في مواقيته الزمانية والمكانية، في الإحرام، وفي محظوراته، وفي أعمال الحج إلى طواف الوداع. فأقول مستعينا بالله: الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ومن دلائل وجوبه قوله في ختام الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فسمى تاركه كافرا، والعياذ بالله، وهذا يدل على وجوبه وآكديته. ومن أدلة وجوبه الإجماع، وقد أجمعت الأمة ولا سيما علماؤها على وجوب الحج، وأنه فريضة وركن من أركان الإسلام. والحقيقة مما ينبغي على الحاج أن يعرفه الشروط التي يجب على الحاج تحقيقها. فمن شروط الحج الإسلام، الإسلام، فلا يصح الحج من الكافر. وأيضا من وجوب من أدلة من شروطه البلوغ، أن يكون الإنسان بالغا بشيء من أسباب البلوغ المعروفة، ببلوغ السن أو بالدلائل الأخرى كإنبات الشعر أو حيض المرأة. ومن شروطها أيضا العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، وكذا الصغير، الصغير لا يجب عليه الحج، لكن من حج مع أهله ونووا له الحج وعمل كما يعمل الكبار فحجه صحيح وأجره لوالديه. في الحديث أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. والحكمة في مشروعية الحج أو من مشروعيته ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وجاءت المنافع هنا نكرة في سياق الامتنان، وهذه من صيغ العموم، كل المنافع في الحج، المنافع الدينية، المنافع الدنيوية، المنافع الأخروية، الصحية، الاجتماعية، إلى آخره. فالمنفعة للحج، فالمنفعة في الحج ترجع للعباد أنفسهم ليشهدوا منافع لهم. وهذا دليل على أن أحكام الشريعة مبنية على المنافع والمصالح، وعلى درء المفاسد والمضار. مما يلاحظ أن الحج تأخر شرعه أو تأخرت مشروعيته عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام، فهو آخر الفرائض مشروعية، وقد فرض في سنة 9 من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وهي حجة الوداع. ما حكم العمرة؟ اختلف أهل العلم في وجوبها، فجمهورهم على وجوبها لحديث: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت وجوب الحج على النساء فوجوبه على الرجال من باب أولى. ولا ننسى في الشروط التي تجب على الحج شرط
يخص المرأة وهو وجود محرمها، وهو من تحرم عليه على التأبيد، يعني تحرم عليه أبدا، إما بنسب كابنها وأبيها وأخيها، أو بسبب مباح وهو الرضاعة مثلا أو المصاهرة. ومن أدلة وجوب العمرة قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، قال: حج عن أبيك واعتمر. فهذا دليل على وجوب العمرة. نتعدى بعد ذلك إلى، قلنا أن شروط الحج خمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، وهذا يخرج المملوك، فلا يجب عليه الحج لأنه ملك سيده. والاستطاعة، والاستطاعة هي وجود السبيل، من استطاع إليه سبيلا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الزاد والراحلة. الزاد يعني الطعام، والراحلة اللي هي الدابة، ومنها اليوم السيارة أو الطيارة أو الباخرة. ومن أيضا أسباب الاستطاعة اليوم ما سنته الأنظمة من وجود مثلا تصريح للحج، فمن لم يستطع الحصول على التصريح فلا يلزمه الحج، ولكن عليه أن يتقيد بالأنظمة المرعية التي رعي فيها المصلحة العامة. نعم. كذلك يجب أيضا القدرة المالية والقدرة الجسدية. القدرة الجسدية بأن يكون عنده استطاعة. بعض الناس يمكن عمره 80 أو 90 ويأتي ويتكبد المشاق وقد لا يكون مستطيعا، فهذا ينبغي أن يعلم أن الحج مبني على التيسير وعلى عدم التعسير، فلا يشق على نفسه، وعليه أن يراعي جانب الاستطاعة. ومن جوانب الاستطاعة، جوانب الاستطاعة المعاصرة اليوم، كمثلا بعض الأنظمة ووسائل المجيء إلى بيت الله الحرام. قد يقدر الإنسان بماله لكنه لا يقدر بجسمه، فهذا يخرج أيضا من ماله من يحج عنه. ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن غيره، عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: حججت عن نفسك؟ قال: لا. لما سمع رجلا يلبي لبيك عن شبرمة قال: ومن شبرمة هذا؟ قال: أخ لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وأيضا ينبغي في النيابة أن لا يكون قصد النائب المال. بعض الناس اليوم يحرصون على حج البدن، يريد فقط يحج عشان يكسب 5000 ولا 10000 ولا 2000 ولا أقل أو أكثر. يجب عليه أن يحرص على الإخلاص لله عز وجل. والمرأة تزيد وجود المحرم، كما في حديث: لا تسافر المرأة إلا مع محرم. وفي الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن امرأتي خرجت إلى الحج وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا من الدليل على أن المرأة يجب عليها أن يوجد معها محرم، وإذا لم يوجد لها محرم فهي معذورة. وذهب بعض الشافعية أنه يجوز لها أن تسافر مع مجموعة نساء أو رفقة مأمونة، لكن الأدلة صريحة وواضحة في هذا أنه يجب عليها أن تسافر أو تحج مع المحرم. قال الإمام أحمد رحمه الله:
المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. نعم. أيضا من ما ينبغي أن يعرف الإحرام، مسائل الإحرام، والإحرام أيها الإخوة هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو النية. ولهذا في تعريف الحج عمل مخصوص في زمن مخصوص بنية مخصوصة، ولهذا ينبغي أن يعلم الحجاج والمعتمرون أن الإحرام ليس هو نزع المخيط. بعض الناس يحسبه إذا نزع ثوبه أنه أحرم، لا، الإحرام هو النية. تقول نويت الحج أو لبيك حجا على حسب الأنساك التي ستأتي، لبيك إذا كان تمتع، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا، هذا هو نية الإحرام وهو نية الدخول في النسك، وليس مجرد أن ينزع الإنسان ثوبه. فلو نزع الإنسان ثوبه ولبس الإزار والرداء لكنه لم ينوي فهو لم يدخل في النسك على الحقيقة. فهذا ينبغي أن يتنبه له الناس والمحرمون، لا سيما بعض الناس اللي يأتي في الطائرة مثلا يقول والله أنا إحرامي في العفش ولا في الشنطة. نقول لك لا، أنت انوي العمرة وانوي الحج وانزع المخيط، ولو أنك يعني تلف نفسك بأي شيء من الأرضية وأيضا تستر عورتك وتنوي الدخول في النسك. نعم، الإحرام إذن هو نية الدخول في النسك وليس مجرد نزع المخيط. مما ينبغي أن يعلم أيضا الأجر العظيم في الحج، وأنه يجب أن يكون على الطريقة المشروعة التي جاءت في الآية الكريمة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وجاءت في الأحاديث الصحيحة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي عملت فيه الشروط والواجبات وانتفت عنه المحظورات والمحرمات. حج المبرور ما توفر فيه الشروط والواجبات والمستحبات وما انتفت عنه المحرمات والمحظورات والمكروهات. وقد فسر بأنه إطعام الطعام وإقراء السلام وعمل البر والخير في شتى مجالاته وأنواعه في هذه الفريضة. إذا نوى أو عزم على الحج فعليه التوبة إلى الله، وعليه الإخلاص، وعليه أيضا كتابة الوصية، وعليه أن يحرص على النفقة الحلال ويحذر المعاملات الربوية أو أن تكون يعني نفقة الحج من مال مسروق أو مغشوش أو مغصوب أو ما إلى ذلك من الأمور المحرمة. مواقيت الحج قلنا زمانية وقلنا أيضا مكانية. المكانية الخمسة المعروفة التي وردت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن ويلملم ولأهل نجد قرنا. وقد جمعها الناظم في قوله عرق العراق يلملم اليمن ومن ذي الحليفة يحرم المدن والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبيلي. وقرن هي اليوم وادي محرم اللي على طريق الهدى أو السيل اللي على طريق الطائف من طريق السيل. هذه المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وذات عرق اختلف في هل هي مواقيت، هل هي ميقات نص أو ميقات اجتهادي، فمن قال إنها ميقات نصي استدل بحديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل العراق من ذات عرق. ومنهم من رأى أنه اجتهادي في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ويعني هو من المواقيت الاجتهادية، لكن الذي يظهر أن النص ظاهر فيه. من كان مكانه دون المواقيت فمهله أو مهله أو مهله من حيث أنشأ، يعني كأهل مكة، أهل جدة، الأماكن أو البلاد التي دون المواقيت. ومن كان خارج المواقيت فإنه يجب عليه أن لا يمر هذه المواقيت إلا وهو محرم. من تعدى الميقات فله حالتان: إما أن يرجع إلى الميقات، وإما أن يكون ارتكب محظورا من المحظورات وعليه أن يجبره بدم. نعم. وكذلك ينبغي أن يراعي هذا المحرمون في الطائرات وأن لا يتجاوزوا الميقات، والميقات قبل وصول الطائرة بعشرين دقيقة، قبل وصول الطائرة إلى جدة بعشرين دقيقة، هذا في الغالب. ويجب على المعتمر أو الحاج أن يسأل في الطائرة، والحمد لله أن الخطوط يبينون ويعلنون عن الميقات، ولكن بعض الناس إما ينام أو يتشاغل بالسواليف مع من جانبه أو يقرأ الجرائد ولا يهتم بالعناية بالمواقيت، وينبغي للمسلم أن يراعي هذا. نعم. كيفية الإحرام؟ قلنا الإحرام نية الدخول في النسك، فلا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من المجيء مثلا أو لبس الإحرام، وإنما عليه أن ينوي الدخول في النسك. وقبل الإحرام يسن له أن يغتسل، أن يغتسل إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر يكفيه الوضوء، فإن لم يتوضأ فلا حرج، إحرامه صحيح، لكنه لا يعمل العمرة أو لا يعمل الطواف إلا وهو متوضئ. ودليله حديث أسماء بنت عميس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء أن تغتسل، وأمر عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض، والحكمة التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شعره قبل أن يأتي، يعني في الوقت المتسع وليس في الوقت الضيق. كذلك يتطيب في بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر الناس به. نعم. ومما ينبغي للمحرم أن يتذكر أنه بنزع الثياب ولباس الإحرام أنه في رحلة إيمانية، وأنه مسافر إلى الآخرة، وأن الإزار والرداء يذكره الكفن فيبعثه ذلك أو يدعوه ذلك إلى التوبة من الذنوب والمعاصي، سواء كانت في حقوق الله أو في حقوق العباد. في حقوق الله شروط التوبة أن يقلع عن الذنب وأن يندم على فعله وأن يعزم على أن لا يعود إليه. وتزيد في حقوق
إذا كانت العباد أن يرد الحقوق إلى أصحابها وأن يستحلهم منه. نعم، هل في صلاة قبل الإحرام؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فالحنابلة يرون أن للإحرام سنة، فلا بأس إذا أحرم الإنسان يصلي ركعتين ثم ينوي الدخول في النسك. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد الفريضة، فإن أدركته الفريضة فليحرم بعد الفريضة، وإلا فليس للإحرام صلاة مخصوصة. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فريضة الظهر، فليتنبه لهذا. ثم بعد ذلك عند هو الآن المحرم في الميقات، الميقات أحد المواقيت الخمسة المعروفة، إذا نوى ماذا ينوي؟ ينوي الدخول في النسك أحد ثلاثة أنساك: التمتع وهو أفضلها، وسببه أنه يجمع بين الحج والعمرة كل على حدة، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم في المسعى، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. أن ينوي العمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها، ثم إذا جاء الحج يوم ثمانية يحرم بالحج، هذا هو التمتع. وأفضل الأنساك فالتمتع، ثم قران فإفراد فلتسمعوا، ثم القران. والقران أن ينوي دخول العمرة في الحج، طوافه لعمرة وحجه، سعيه لعمرة وحجه، هذا القران يقرن الحج والعمرة. أما الإفراد يفرد الحج فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا لأنه ساق الهدي، فمن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. هذه الأنساك الثلاثة، وقد اختلف في أفضليتها المذاهب الأربعة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن التمتع أفضل، والأمر في ذلك سعة، فيه سعة، فإن والإحرام بدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، التلبية المعروفة ويرفع بها صوته. وهو محرم الآن، وهو محرم عليه أن يتجنب تسع محظورات. المحظور الأول: حلق الشعر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المحظور الثاني: تقليم الأظافر، كذلك لا يجوز له تقليم الأظافر أو قصها، لكن لو قلم شيئا منها نسيانا فلا حرج عليه، أو حك رأسه فسقط شعر لا حرج عليه إن شاء الله. الثالث: تغطية رأس الذكر، الرجل يعني لا يجوز له أن يغطي رأسه سواء بالعمامة ولا بالغترة ولا بالطاقية، عليه أن يحسر عن رأسه بكل ملامس له مخيط، نعم، كالعمامة والقبعة والطاقية والشماغ والغترة وغيرها. نعم. المحظور الرابع: لبس الذكر للمخيط كالثوب، فنيلة، السروال. والمخيط بعض الناس يفهم أن المخيط أي شيء فيه خيط، وهذا ليس بصحيح. المخيط ما فصل على البدن أو على جزء منه كالثياب، الفنيلة، السروال، الطاقية، هذا هو مثلا المخيط. أما مجرد وجود الخيط فالإزار والرداء كلها خيوط، وكذلك لا بأس إذا كان الحزام فيه خيوط، فلا ينبغي الإنسان أن يشدد على نفسه. وتستغرب من بعض الناس يسألك عن الخيط وهو أحيانا يدعو غير الله،
ولا قد يتساهل في الصلاة، ولا في واجبات، ولا في شروط، ولا في أركان، فليحذر المسلم من ذلك. وقد يأتينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، يعني ما هو الشيء اللي يلبسه من الثياب، فأجاب بما لا يجوز لبسه، لأن ما يلبس حلال والأصل فيه الإباحة وهو كثير، لكن ما لا يجوز محدود، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. لا يلبس القميص، القميص المعروف الثوب ونحوه، العمامة اللي على الرأس ومثلها الغترة، البرانس شيء يعني من الثياب لباس الرأس ملتصق به، وهو معروف يمكن الآن عند المغاربة يسمونه يعني قلنسوة، ولا السراويل، السراويل وهي ما فصل على نصف أسفل البدن، ولا ثوبا مسه ورس، الورس هذا نوع من النبات له رائحة، والمحرم منهي عن التطيب، ولا زعفران لأنه نوع من الطيب، ولا الخفين وهي الكنادر أو الجزمات الطويلة يعني فوق الكعبين، وكذلك يعني الخف اللي هو الجوارب الشراب، إلا من لم يجد يعني شيئا يقيه فيجوز له أن يلبس، وأيضا يجوز له إذا لم يجد الإزار فإنه يلبس السراويل، وأيضا يعني يفدي إن لم يجد، وإلا فإن اضطر إلى ذلك أو لم يجد شيئا فهو معذور ولا حرج عليه إن شاء الله. هذه محظورات الإحرام. والمرأة أيضا لا تلبس القفاز، وهو اللي يسمونه الجوانتي أو كذا، الماء يفصل على اليدين والكفين، لا تلبسه المحرمة، بل تغطي كفيها بعباءتها، ولا تنتقب يعني تلبس النقاب البرقع اللي فيه خروج العينين، هذه منهية المرأة. وبعض الناس يفهم أن المرأة تكشف وجهها في الإحرام، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان الركبان يمرون علينا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسدل إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. بعض الناس من الإحرام وامرأة كاشفة وجهها، سواء شاهدت الرجال أو رآها الرجال أو في أماكن وجود الرجال كالحرمين، فلا يجوز لهذا، بل إذا كانت في ترى الرجال فيجب عليها الحجاب. نعم، وإذا كانت في الخيمة أو في بيتها ولا يراها الرجال فإنها تكشف وجهها. الخامس من المحظورات الطيب، فالمحظور على المحرم أن يتطيب، استعمال الطيب في بدنه أو في ثوبه من أنواع الطيب، سواء الدهن كالعود والعنبر والورد والمسك أو البخور كذلك، فلا لأن الحكمة في هذا أن المحرم يعني يبتعد عن الترفه وما عليه الحلال وزينة الدنيا، كذلك لا يقصد شم الطيب، لكن الطيب اللي على الحجر مثلا ولا في الكعبة لا بأس، هو لا يريد مس الطيب، إن نوى أنه يتطيب فهذا محظور، لكن إن نوى أنه يمس الكعبة فالكعبة قل أن يعني لا يكون فيها طيب، وكذلك الحجر الأسود، لكن لا يقصده، فليتنبه لها. كذلك من المحظورات قتل صيد البر واصطياده، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر
ما دمتم حرما. نعم. ومن المحظورات أيضا عقد النكاح. عقد النكاح هو المحرم جاين للعبادة ولا جاين يتزوج ويعقد أنكحة ويدور المأذون؟ لا، هو جاي لابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فإذا كان من زواج فإنه يكون بعد ذلك. ومن المحظورات ثامنا الوطء، وهو الجماع، فلا رفث، والرفث هو الجماع. طيب، إن كان الوطء بعد التحول، إن كان الوطء قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يتم المناسك، بمعنى أن وقف بعرفة لكنه لم يطف للإفاضة، فإنه في هذه الحالة يفسد نسكه ويلزمه المضي فيه وإكمال المناسك. وإن كان الوطء بعد التحلل الأول، بمعنى أنه مثلاً طاف للإفاضة، لم يفسد نسكه ولكن عليه دم. من محظورات الإحرام تاسعاً المباشرة دون الفرج، فلا يجوز للمحرم المباشرة دون الفرج بقول أو فعل. نعم. وإذا ارتكب محظور من هذه المحظورات، إن كان جاهل فلا شيء عليه، أو ناسي فلا شيء عليه، لكن إن كان متعمدا فعليه الفدية. ولأن بعض الناس عنده فتوى عليك دم عليك دم لكل من عمل شيء، والدين ليس مبناه على التعسير، والله عز وجل غني عن أن يعمل الإنسان عملا لم يشرع ويجبه الشارع عليه، لكن لو وقع فيه فإنه يجبره بدم من المحظورات. وأيضا ليس كل شيء فيه دم، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، لا، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني جاز له أن يرتكب المحظور لكنه يخير، إذا ما فقط عليه دم، ففدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة ستة مساكين أو ذبيحة. نعم. كذلك هذه يعني محظورات الإحرام، ومنها الرفث والفسوق والجدع. ثم يأتي للبيت ويطوف، هذا الطواف يسمى طواف القدوم، يطوف سبعة أشواط، تبدأ بالحجر وتنتهي بالحجر، يجتهد فيها بالدعاء، وليس للدعاء للطواف دعاء مخصوص، يدعو بما فتح الله عليه، وليس هناك كتب ولا دعاء للشوط الأول ولا الشوط الثاني، يدعو بما فتح الله به عليه من خير الدنيا والآخرة. ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا في أي مكان من الحرم، ثم يذهب إلى المسعى ويبدأ بالصفا تاليا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ثم يطوف يسعى سبعة أشواط، ذهابه سعيه يعني مرة، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعي يعني الشوط الثاني، ما هو شوط ذهاب إلى المروة ورجوع شوط كما يفعل بعض الناس، لا، تذهب إلى المروة الشوط الأول، تعود إلى الصفا الثاني، تعود إلى المروة الثالث، وتنتهي بأي شيء، بالمروة ولا بالصفا؟ بالمروة. ثم بعد ذلك يحلق المتمتع، أما القارن والمفرد فليس عليهما حلق إلا بعد الوقوف بعرفة وأعمال أيام النحر. نعم، بعد الانتهاء من أعمال يوم النحر، ثم يقف الحجاج مثلا أو المعتمرون، وإذا جاء يوم ثمانية اللي هو يوم التروية يذهبون إلى منى، هذه هي السنة، يذهب إليها قبل الظهر إن تيسر، وإلا لو ذهب إلى عرفة فلا حرج. وأكثر الآن اليوم
الحملات مع الزحام يذهبون يوم عرفة، وهذا لا بأس فيه، لأن الذهاب إلى منى يوم الثامن مستحب وليس بواجب. والسنة أن يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل وقت في وقته قصرا بلا جمع. ثم إذا زالت الشمس انصرف الناس إلى عرفة في هذا اليوم العظيم، يدعون الله عز وجل إلى الغروب. هنا ينبغي أن نعرف ما هي أركان الحج. أركان الحج أربعة يجب على الحاج أن يقوم بها، اللي هي الإحرام، 2 طواف الإفاضة، 3 السعي الوقوف بعرفة. هذه أربعة، اللي ما يفعلها ما يتم الحج أبدا ولا يجبره دم. وواجباته التي تجبر بدم 7، اللي هي الإحرام من الميقات، رمي، خليني بالترتيب، رمي الجمار ليلة أيام التشريق، المبيت بمنى، المبيت بمزدلفة، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الحلقة والتقصير، طواف الوداع. هذه 7، إن ترك شيء من هذه 7 لا بأس يجبره بدم، لكن عرفة لا يجبرها الدم، ولكن وقتها يمتد إلى الغروب لمن جلس فيها نهارا، وإلى الفجر لمن لم يقف فيها نهارا، كما في حديث عروة بن المضرس الطائي الذي قال: يا رسول الله، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في المشعر الحرام وقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، جئتك من جبال طي، والله ما من جبل إلا وقفت عليه. قال رسول الله عليه الصلاة: قاعدة معروفة في الحج، من حضر معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، فقد أتم حجه وقضى تفثه. هذه أعمال. ثم إذا ينصرفون الناس إلى مزدلفة يقف فيها إلى نصف الليل، الأفضل أنه يجلس إلى الفجر، لكن اليوم مع الزحام والحملات ومع الناس اللي معهم عوائل وأسر قد يشق على الناس، فلا بأس من الانصراف منها بعد منتصف الليل، ثم بعد ذلك يعني الذهاب إلى منى. وطبعا بعد الفجر، هذا هو السنة، تصلي في مزدلفة الفجر إن تيسر هذا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل: خذوا عني مناسككم. ثم بعد ذلك يذهب من مزدلفة إلى منى ويبدأ بجمرة العقبة، 7 جمرات حصيات يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم بعد ذلك يحلق رأسه وينحر المتمتع والقارن والمفرد، ليس عليه هدي، المتمتع والقارن هما اللذان عليهما هدي. ثم بعد ذلك يأتي للمكة لطواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ليس مشروطا ذلك اليوم، وإنما في ساعة إلى أيام التشريق، بل إلى نهاية شهر ذي الحجة. وهذا دليل من قال إن أشهر الحج تمتد إلى نهاية ذي الحجة، وهذا هو نهاية وأعمال المناسك. ولهذا قال سبحانه في الآية بعد: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يعني يجب على الإنسان أنه يجتهد في أفعال الخير، أما الأمور التي يجب عليه تركها فهذه واضحة وعليه أن يتركها، لكن ما يفعله من خير عليه أن يجتهد فيه. ولهذا جاء في بمن وما: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ثم أمر بالتزود، والتزود على نوعين: تزود حسي وتزود معنوي. كان بعض أهل الجاهلية يأتون إلى مكة ويقولون: نحن لا نتزوج، نحن متوكلون. فأمر النبي صلى الله، فأمر الله عز وجل، جاءت هذه الآية من أسباب نزولها أن بعض الناس يأتي للحج ولا يتزوج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا هو الزاد الحقيقي
وهو الزاد المعنوي، وهو زاد التقوى والإيمان. الحج عبادة، عقيدة، قربة، ليس مجال للشعارات السياسية ولا الدعوات الطائفية ولا النعرات ولا الدعوات العصبية والحزبية. شعار الجميع لا إله إلا الله محمد رسول الله، واتباع الكتاب والسنة، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي الصحابة الأخيار رضي الله عنهم، وعدم التجمعات والمسيرات وزعزعة الأمن وإثارة البلبلة والفوضى في الحرمين الشريفين. فليتنبه المسلمون لذلك، ولا يغترون ببعض دعاة الطائفية والإثارة ودعاة السنة وعداة السنة الحقيقة والمخالفين لمنهج الصحابة رضي الله عنهم، ممن يرون في الحج مواقف وحسابات ومزايدات وشعارات ومظاهرات. فليتنبه لهذا، فالحج عبادة وتقديس وليس شعارات وتسييس. نعم، كذلك الحج رسالة وأخلاق وقيم. يجب على المسلم أن لا يزاحم ولا يؤذي إخوانه المسلمين. الحج مدرسة لتعلم الأخلاق والقيم، فلا يزاحم المسلم إخوانه المسلمين، وهو دعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الإنسان يجوز له في الحج أن حتى يتاجر، لا بأس، لكن لا يكون قصده التجارة. لكن لو مرت في صفقة وضرب فيها بسهم في ليالي منى أو في أي مكان فلا بأس فيه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أو بعض رجال الأعمال أو بعض المؤسسات والشركات أو بعض من لديهم منتجات أو مصنوعات أو منسوجات يأتون يسوقون لها في مكة، لا بأس إذا كان ذلك على حسب الأنظمة، ولا بأس بالتجارة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني هنا المشعر الحرام مزدلفة صلاة الفجر، وينبغي للمسلم أن يحفظ وقته في عرفة، لا يضيع بالتصوير أو بالانشغال مع زملائه ولا بالسواليف أو الدردشة أو بالتوترة أو بالأجهزة الحاسوبية اليوم، أو يذهب ليصعد إلى الجبل ويأخذ صور، ولا يركب الجمل ويأخذ صورة. الحج ما هو بس ذكريات، حج عبادة وعقيدة وأعمال. يجب عليه أن يتفرغ للعبادة ويحافظ على وقته. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بعباده ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. كيف يضيع المسلم هذه الأوقات بالانشغال عن العباد ثم يذهب إلى مزدلفة؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يكثر الذكر الله أكبر، ثم يتم المناسك يتهي بطواف الوداع. تقبل الله منا ومنكم حجنا، وجعل الحج مبرورا والسعي مشكورا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.